نعم. مسافر مثلا حان وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع ويقصر، وعلما أنه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر له، هل له أن يجمع ويقصر أو يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟ صلى الله عليك. يعني لو كان الإنسان مسافرا، نعم، وهو يعرف أنه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء، نعم، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر؟ أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟ الجواب له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب. أولا لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز بها الجمع، التي يجوز بها الجمع. ثانيا أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السيارة أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت. لكن نقول الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية، الأولى ألا تجمع. طيب أحسن الله إليك، لو مثل أخرها مثلاً المغرب والعشاء حتى إذا وصل البلد صلى له جمعين، جمع وقصر، يعني نعم، هل له ذلك؟ أحسن. نعم، لا، لو أخر المغرب حتى يصل البلد فلا بأس، لكن إذا وصل إلى المغرب ووقت المغرب باقي فإنه لا يجوز أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت، لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، عرفت؟ ثم إنه في هذه الحال أنت قلت يقصر، يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر، لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. ثابت. نعم.